صار الوقت لتنضم لنا الدكتوره الصيدلانيه هاله شاهين لنحكي عن الفيتامينات وتاثير نقصها او زياده كل فيتامين بالجسم. مرحبا دكتوره. مرحبا واهلا وسهلا فيكي دكتوره عنا اليوم بالاستديو. شكرا للاستضافه. دكتوره بدايه اليوم بدنا نحكي شو هن الفيتامينات والمعادن بشكل عام، اذا فيكي توضحي لنا اكثر. تمام. الفيتامينات من الاسم هي عباره عن شقين، فيتا وامين. باللاتيني فيتا يعني الحياة وأمين يعني المركب العضوي، فبالتالي هو بالاسم المركب العضوي اللازم للحياة. الفيتامينات هي مجموعة من المركبات العضوية يلي بيحتاجها الجسم لحتى يقوم بكل التفاعلات الحيوية والاستقلابية فيه، وهو ما بيقدر يصنعها، ما في غير يمكن فيتامين أو اثنين اللي بيتصنعوا بكميات زهيدة بالجسم، بقية الفيتامينات لا تصنع ضمن الجسم، فبالتالي هو بيضطر ياخدها مع الوارد الغذائي. طبعا الفيتامينات بتتدخل بكل التفاعلات الاستقلابية بالجسم، بتساهم بتحويل الغذاء إلى طاقة، وكل فيتامين منهم في له دور معين. مثلا فيتامين A هو مسؤول عن تجديد خلايا الأنسجة خاصة بالجلد وخاصة بشبكية العين. في عندنا مثلا فيتامين C، فيتامين E هن مضادات للأكسدة. في عندنا فيتامين D هو مسؤول عن موضوع تنظيم استقلاب المعادن وامتصاص الكالسيوم وصحة العظام. في عندنا مثلا مجموعة فيتامينات B اللي هي لها علاقة بالأعصاب، في لها علاقة أيضا بإنتاج كريات الدم الحمراء أو كل خلايا الدم بالأحرى. فكل واحد من الفيتامينات له شغله، وبينقسموا لزمرتين اساسيات اللي هي الفيتامينات الذائبه في الماء يلي بينضوي تحتها فيتامينات ب كلياتها مع فيتامين سي، والفيتامينات الذائبه في الدهون يلي بينضوي تحتها الف ودال وكي واي. طيب دكتوره هلا نحن عرفنا شو هن الفيتامينات اللي بتفيد الجسم او بحاجه لها الجسم، شو بنقصد بفرط الفيتامينات؟ فرط الفيتامينات هو لما بيكون في زيادة بالكميات يلي داخلة إلى الجسم، سواء عن طريق الوارد الغذائي أو سواء عن طريق تناوله كدواء. الخطورة تكمن في زيادة الوارد الغذائي أو زيادة المتناول من الفيتامينات الذائبة في الدهون، لأنها بتدخل إلى الجسم وصعب تنطرح منه بسهولة، بتتراكم، ومكان تراكمها غالبا يكون في الكبد، فبالتالي لما نستمر بتناول جرعات عالية منها رح نؤدي هذا الشيء إلى مشاكل. طبعا مثل ما قلنا الفيتامينات الذائبة في الدهون هي ألف ودال وكي وإي. أكثر فيتامينين نحن بنشوفهم ممكن نوصل فيهم لفرط جرعة هن A ودي، لأنه بيدخلوا بشكل كتير كبير بمجموعة من الأغذية، فإذا أخذنا الغذاء وأخذنا معه مكمل غذائي يحتوي عليهم مشكلة. فصار في عندنا مشكلة وصلنا للجرعات السمية. يعني فينا نقول إنه نحن بس الفيتامينات الذوابة بالدهون هي اللي تقريبا سميتها أعلى، هي اللي تتراكم بالكبد. هلا الفيتامينات الذائبه في الماء ممكن بحالات نادره نوصل لفرض جرعه، لكن كثير قليل، لانه الفيتامينات الذائبه في الماء بكفي اذا اخذناها وتناولنا معها مقدار كافي من الماء، فهي اكيد الجسم رح ياخذ حاجته ورح يطرح الباقي مع البول. تمام. انما الفيتامينات الذائبه في الدهون ما بتنطرح مع البول وتتراكم واستقلابها طويل، فبالتالي هون بتكمن الخطوره بالفيتامينات الذوابه في الدهون. تمام. هلا دكتوره في حال صار عندنا نحن سميه نتيجه اخذ فيتامين اكثر من هيك، شو ممكن الاعراض التي تظهر وشو اشع الفيتامينات اللي عم يصير فيها سميه واعراضها شو بتكون؟ تمام. مثل ما قلنا الاي والدي هن اكثر فيتامينين بنحس بفرط الجرعه. بالاجمال لما بيكون في عندنا فرط جرعه او فرط تركيز من اي فيتامين، في عندنا اعراض مشتركه بين الكل يلي هي تعب عام مع تهيج فرط نشاط، خلينا نقول بس مع تعب، يعني مو فرط نشاط بنشاط، انما في تهيج بترافق معه، مع احساس بالغثيان شديد وقله شهيه. هلا بحاله لنفرض فيتامين A، خلينا نحكي عن فيتامين A، فرط الجرعة من فيتامين A إذا تجاوزت ال 100,000 وحدة دولية، ضلينا عم ناخذها لفترة طويلة تتجاوز 3 شهور، ممكن أول شيء رح يلاحظه المريض هو زغللة بالرؤية، تشوش رؤية، وممكن يوصل لفقد الرؤية، يعني نحن معروف فيتامين A إنه هو ضروري لصحة العين، نقصه بيأثر على صحة العين، زيادته بتروح العين، تخيلي إنه زيادته فرط تركيزه قد يؤدي إلى العمى، مثل ما بيقولوا الزايد أخو الناقص. تماما، الزايد أخو الناقص. هلا فيتامين د مثل ما قلنا انه هو مسؤول عن موضوع استقلاب امتصاص الكالسيوم وصحه العظام، زياده التركيز من فيتامين د رح تؤدي لزياده تركيز الكالسيوم، وبالتالي بيرتفع الكالسيوم بالدم. طبعا. هذا الشيء بيتظاهر بحصيات كلسيه بالكليه، ممكن يتظاهر بتكلس مفاصل، حتى ممكن يصير نوصل لتكلس بصمامات القلب، وهذا الشيء ممكن يكون في خطر على الحياه. تمام. تجلطات. فبالتالي كل فيتامين فرط الجرعه منه هي
عندنا فيتامين سي اللي هو من الفيتامينات الذائبه في الماء اللي نحن المفروض ما نوصل لزياده بالجسم. لكن الاستخدام العشوائي له من قبل الناس، الفكره الرائجه عند الناس انه فيتامين سي اي عرض بحسوا فيه خذ فيتامين سي بنشطك بريحه تماما، اي احساس اي تعب خذ فيتامين سي. وفي منهم يعني بيزيدوا النصيحه انه خذ صبح ومساء. في منهم ثلاث مرات كمان. نحن لازم نعرف الناس انه الجرعه اليوميه اللازمه للجسم من فيتامين سي هي 200 ملي جرام، القرص الفوار 1000 ملي جرام. يعني القرص الفوار الواحد هو خمس اضعاف الجرعه اليوميه اللي هي ضروريه ليكون الجسم بصحه كامله. فبيجوا الناس احيانا بيقول له خذ مثلا قرص فوار الصبح وقرص فوار المساء، هون وصل لل 2000 ملي جرام يوميا اللي هي الجرعه السميه. هون قد ما تناول ماء معها ما رح يقدر يخلص من كل التركيز العالي. وفرض فيتامين سي ايضا بيؤدي لحالات من الغثيان والاقياء حتى والتهابات بالمعده، ممكن يؤدي ايضا على عمل ياثر على عمل الكلاوي نتيجه الاستخدام العشوائي. معناتها بهالحاله خلينا نروح على شيء كثير مهم. في كثير احيانا بيجينا استفسارات او حتى بالعياده او حتى على النت، فينا ناخذ تحليل او ناخذ فيتامين سي مثلا سي او دي بدون ما نحلل؟ معناتها جوابك دكتورة لا اكيد ما فينا نحلل، لازم نحلل حتى نعرف النسبه سواء نقص ولا زياده وشو هي العينه اساسا نقرر الكميه. تماما، لانه اذا كان الشخص يتناول غذاء متوازن يحتوي على خضروات وفواكه وحبوب وبقول واي شيء مصدر بروتيني، هو رح يكون عنده احتمال كثير كبير يكون عنده الفيتامينات كامله، مو شرط يكون هو ناقصه شيء، فبالتالي ما في داعي ياخذه من مصدر خارجي. يعني ابرز مثال مثل ما حكينا الفيتامين سي. والحقيقه الناس عم تستسهل هالقصه، او يمكن هي صارت معتقدات خاطئه انتشرت خلال العقود الثلاثه الاخيره. دكتوره كمان ممكن غلاء التحليل تبع الفيتامينات العالم تضطر تروح تاخذها بدون شيء وبتقول لك اذا ما فاض ما ضر، هيك اعتقاداتهم. هو هي يعني. هي الكلمه اللي كثير خاطئه انه اذا ما نفع ما بضر، الفيتامين هو مثله مثل اي دواء ثاني. اكيد بضر، اذا ما نفع له ضرر اكيد يعني. طبعا اللي بيلعب دور بالقصه انه الفيتامينات تصنف تحت زمره المكملات الغذائيه، فبالتالي هي لا تخضع لشروط الوصفات الطبيه. المفروض الفيتامينات مثل اي دواء تخضع لوصفه طبيه وتكون تحت اشراف طبيب، لانه نفس الخطوره تماما. طيب دكتوره خلينا ننتقل، حكينا على السميه تبع زيادتها، نقص الفيتامينات شو ممكن يصير؟ نقص الفيتامينات طبعا هو الاشيع واكثر فيتامينات ممكن يحدث نقص فيها هي النوعين هون. الفيتامينات الزائبه في الماء كثير ممكن انه يكون في نقص فيها نتيجه نقص الوارد الغذائي، وايضا فيتامينات الذوابه في الدهون. هلا الاشخاص اللي اكثر شيء بنشوف عندهم نقص بالفيتامينات هن الناس اللي بيخضعوا لحميات قاسيه لفترات طويله، او الناس اللي عندهم اضطرابات استقلابيه او سوء امتصاص. ايضا في عندنا الاشخاص يلي عندهم وزن زائد ممكن نشوف عندهم نقص بالفيتامينات، لانه الوزن الزائد بيقلل من امتصاص الفيتامينات. ايضا الاشخاص كبار السن يلي اختلف نظامهم الغذائي او بجوز ما بيتعرضوا للشمس كثير، هون رح نشوف في عندهم نقص بالفيتامينات، وكل فيتامين نقصه بينعكس بشيء معين على الجسم مثل زيادته. مثل زياده تماما. هلا مثل نقص، اذا قلنا نقص فيتامين د بينعكس اول شيء بيتظاهر، نرجع منقول لانه هو له علاقه بمستويات الكالسيوم بالدم، فنقص فيتامين د رح يقلل من نقص من مستوى الكالسيوم، فبالتالي بياثر على العظام بشكل اساسي، يعمل هشاشه، وهشاشه العظم يلي عم نشوفها بكميات كثير كبيره حاليا نتيجه عوز فيتامين د. حتى من لحظه بين الصغار بالعمر يعني كثير الحقيقه ملفت للنظر كميه النقص الفيتامين د يلي عم نشوفها نحن عند الاشخاص، رغم انه نحن بلد مشمس بس ما بعرف ليش في نقص كثير شديد، يمكن نتيجه انه الوارد الغذائي ما عم يكون متوازن وما عم يكون التعرض للشمس بالشكل الصحيح. ايضا نقص فيتامين سي بيؤدي على ضعف المناعه، بيأثر على موضوع بيعمل مرض الاسخربوط يلي هو معروف نزوف باللثه مثلا. عوز فيتامينات بي بانواع المختلفه بياثر على الاعصاب، عمل الجمله العصبيه، وبياثر ايضا على تكون الدم، فبالتالي في عندنا كثير انواع من فقر الدم سببها هو نقص الفيتامينات فيتامينات بي بشكل اساسي. مثل فينا نقول فقر الدم كبير الكريات نتيجه نقص فيتامين بي 12 مثلا، او الفوليك اسيد ايضا له دور بعمليه تكوين كريات الدم. فالنقص مثله مثل الزياده اكيد الاضرار كثير شديده. تمام. هلا دكتوره طيب في حال نحن كان عندنا نقص بالفيتامينات، شو آلية العلاج؟ في كثير عالم دغري بتتجه لابر الحقن، مثل مثلا نقص فيتامين د، لك روح خذ ابر فيتامين د صبح ومساء وما بعرف شو لمده شهرين ثلاثه.
فكيف نحن بدنا نعالج هلا النقص؟ بداية ما المفروض نعالج بدون ما نستشير طبيب؟ يعني هي مثل ما قلنا قبل ما نستخدم أي دواء لازم نراجع الطبيب وهو اللي بيقرر الجرعة المناسبة لحالتنا. لازم نعمل تحليل مخبري لأنه التحليل بيورجيني نسبة العوز قديش. إذا النسبة بسيطة فلا داعي لأخذ الإبر أبدا، بيكتفي المريض بتناول الدواء فمويا، حبوب بناء على وصفة الطبيب. ما بنلجأ للإبر إلا في حالات العوز الشديدة. تمام. يعني مثلا بفيتامين دال نحن تحت العشرين بلاش نعتبره عوز، تحت العشرة عوز شديد. هلا اكيد اللي تحت العشرة تحليله حتما بده ياخذ ابر قطع، بس انا بين العشرة والعشرين انا لازم حاول معه انه ياخذ فيتامين دال حب، وبتعليمات معينه انه لازم ياخذه مع غذاء يحتوي على دهون لحتى يكون الامتصاص باعلى تركيز ممكن. حتى في هلا الصيدليات عم ينزلوا للاطفال الصغار مثل الجليبون، هن عباره عن فيتامينز اللي عندهم عوز بحيث انه يقدروا يتقبلوها بدل ما يبلعوا حبه. بطعم طيب بتكون، بطعم طيب ومقبول من قبل الاطفال. بس الشيء الاساسي برجع باكد انه نكون عاملين تحليل قبل ومستشيرين أكيد. طبيب ما نستخدمه عشوائيا. وبرجع بركز على فكره ما نقول انه هذا فيتامين ان ما نفع ما بيضر، لا اذا ما نفع بيضر لانه مثله مثل اي دواء ثاني. تماما. شكرا لك كثير دكتوره على المعلومات اليوم معنا دكتوره.